السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ازيكم يا شباب هنكمل في الفيديو ده شرح في محاضرات النيوناتولوجي هنتكلم فيه عن خمس عناوين او خمس مواضيع مهمين يعني مش هن اول اتنين هنتكلم فيهم بالتفصيل شويه لكن التلاته التانيين مش هيبقوا فيهم تفصيل قوي هنتكلم عن اول موضوع معانا وهو النيوناتال سيبسيس او السبتسيميا اعتقد سمعنا كلمة سبتسيميا ده قبل كده آه كنا قلناها قبل كده مع اللي هو كنا خدناها قبل كده قال لك بكتيريميا اللي هو هتلاقي البكتيريا في في البلد وسبتسيميا هتلاقي ايه هتلاقي البكتيريا والتوكسينز فين في البلد يبقى عندنا سبتسيميا ده يعني معناها ان في موجود عندي بكتيريا وموجود عندي توكسينز فين في البلد قال لك النيونيتال سيبسيس ده هو موضوع مهم ما هو الموست كومن كوز اوف نيونيتال موربيديتي اند مورتاليتي يعني عندنا اكتر الاطفال في الحضانات بيموتوا بسبب النيونيتال سيبسيس ده وبسبب الانفكشن لان اصلا احنا عارفين ان مناعه الاطفال بتبقى ضعيفه فما اي انفكشن واي عدوى معديه في من قدامه كده هيلقطها تمام فهي الموست كومن كوز للموربيديتي والمورتاليتي في النيونيت في النيونيت قال لك هو invasive infection بيبقى سببه بكتيريا زي ما قلت لك اصلا سبتسيميا يبقى اكيد عندي بكتيريا وتوكسينز يبقى سببها الاشهر هو بكتيريا وايه والتوكسنز وقال لك بتحدث في النيونيتال period اللي احنا كنا واخدين النيونيتال period دي بتبقى كام اول 28 يوم او اول شهر من حياه الطفل تمام ده هو النيونيتال sepsis قسموها ل على حسب يعني الفتره اللي اجى فيها الانفكشن للطفل لو كانت أول أسبوع من حياة الطفل اسمها Early Sepsis بعد الأسبوع أنا قلت لك هو أول 28 يوم من حياة الطفل اسمه Neonatal من بعد الأسبوع ده بقى اللي هو الليت وأعتقد كنا مقسمين التقسيمة دي في اللي هو أول محاضرة في Neonatal يبقى أول سبعة أيام من حياة الطفل اللي هو أول أسبوع يبقى ده Early Sepsis من بعد الس... من بعد السبعة وقال لك ممكن نوصلوا لثلاث أسابيع وممكن كمان يوصلوا لثلاث شهور يعني في بعض الكتب قال لك لثلاث شهور اللي هي اسمها الليت سيبسيز أو النوزوكوميال وهنعرف ليه قالوا نوزوكوميال دلوقتي قال لك الباترن بتاع اللي هو الإيرلي سيبسيز إيه؟ قال لك هو الأشهر اللي هو في الإيرلي سيبسيز إن هو سببها بيبقى إن هو الإنفكشن اتنقلت من الأم للإيه؟ اللي هو vertical transmission من الأم للإنفانت تمام؟ آه ده بيبقى اثناء يا اما آه قبل الولاده يا اما اثناء ايه يا اما اثناء الولاده يبقى عندنا ممكن يكون اللي هو الايرلي بيبقى يا اما قبل ما الطفل يتولد يا اما ساعه الولاده لكن الليت بيبقى بعد الولاده حاجه بعد الولاده يعني بعد ما تولد خدها بقى سواء كانت من المستشفى هو اللي هو او من الحضانه اللي هو فيها يا اما بقى من الايه من الانفايرومنت من, 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 من البيئه اللي حواليه يبقى عندنا لو خد الانفكشن قبل الولاده قبل الولاده او اثناء الولاده يبقى ده اسمها ايرلي اللي هو في اول اسبوع تمام لكن بعد الاسبوع ده بعد ما يعدي اسبوع يعني بعد الولاده قالك بعد الولاده ده ممكن ياخد الانفكشن هياخدها ازاي قالك لك هياخدها يا اما عن طريق المكان اللي هو في التوليد فيه اللي هو المستشفى يا اما عن طريق الايه البيئه المحيطه بيه وقلنا اللي هو اول اسبوع تمام يعني اول اسبوع هيبقى آه هيبقى ايرلي لكن من بعد الاسبوع الاولاني يبقى ده ليت سيبسيس ايه هو بقى الريسك فاكتورز الريسك فاكتورز بتاع اللي هو النيونيتال سيبسيز قال لك هنقسمها برضو الايرلي وليت الايرلي سيبسيز اللي هو سابه اصلا قبل ما الطفل يجي قالك او ساعه الولاده قالك ده ممكن يكون الريسك فاكتور فيه اللي هو بريماتوريت الطفل ده اجى بدري قبل الميعاد تمام فمنعته ضعيفه خالص فممكن يلقط اي انفكشن قال لك برضو حاجة اسمها البروم البروم ده اللي احنا كنا واخدينه اللي هو اختصار ايه؟ اللي هو premature rupture of membrane لو ال premature rupture of membrane ده فضل اكتر من 18 ساعة ممكن يكون ده risk factor لل new sepsis قال لك ممكن يكون ماتيرنال UTI اي يعني الام هي بقى يعني الانفكشن عند الام نفسها واتنقلت للجنين ماتيرنال UTI اي يورينري يعني او ماتيرنال انترا بارتم فيفر يعني الام درجه حرارتها كانت عاليه اللي هو اكتر من 38 درجه درجه, درجة سيلسيوس يبقى عندنا الايرلي سيبسز ايه هم الريسك فاكتور قال لك بري ماتيوريتي اللي الطفل دوت ولد قبل الميعاد او البروم اللي هو بريماتيور رابشر اوف ميمبرين او اللي هو ماتيرنال اليوتي اي او بكتيريوريا اللي هو عندنا انفيكشن في مجرى البول او عندنا في اللي هو الماتيرنال فيفر اكتر من 38 درجه يعني الام عندها فيفر وتكون اكتر من 38 درجه كل دول ريسك فاكتور لمين للايرلي سيبسيس ومعاهم برضو الكوريو امنيونايتس تمام آه عندنا بقى في الليت قال لك في الليت سيبسز انا قلت لك هي حاجات ممكن ياخد ان الطفل ممكن ياخد الانفكشن عن طريق ايه؟ البيئه المحيطه بيه او عن طريق المستشفى عشان كده سموها نوزوكوميال خدت بالك؟ احنا عارفين اي مرض اكوايرد من ال... من الهوسبيتال ده اسمه نوزوكوميال تمام؟ قال لك سوا برضه ممكن يكون الريسك فاكتور ليه نفس اول ريسك فاكتور كان عندنا في الايرلي هو البريماتيوريتي ان الطفل تولد قبل الميعاد او هوسبيتاليزيشن انا قلت لك هو واخدها من المستشفى تمام؟ او اندوترا مي... كلها بقى كل اللي جاي ده حاجات ايه خاصه بين خاصه بالهوسبيتال اللي هو بقى هوسبيتاليزيشن اندوتراكيال انتوبيشن او ميكانيكال فينتايليشن وممكن يكون امبلايكال كاسترايزيشن وهم بي اثناء الولاده يعني اللي هو الامبليكال كاسترايزيشن وما هو يعني ما اهتموش بيه لو خدتوا بالكم احنا كنا شرحناه قبل كده في محاضرات في النيوناتولوجي ان احنا الطفل لما بيتولد المفروض بنعمل كير للأمبليكس تمام هم ما اهتموش بكده تمام فاكيد الطفل ده هيبقى عرضه ان له ايه انفكشن يبقى عندنا الايرلي سيبسز ااا ليه الريسك فاكتور بتاعه بري او البروم او الماتيرنال يوتي اي او الماتيرنال فيفر اكتر من 38 درجه لكن في في الليت او في النوزوكوميا كلها حاجات خاصه بالهوسبيتاليزيشن عندك بري ماتوريتي عنده اندوتراكيال انتوبيشن واللي هو الميكانيكال فنتيليشن والامبلايكال كاسترايزيشن او ما اهتموش بالعنايه بتاعت مين الامباليكس تمام او الكورت طب الاورجانيزم قال لك في الايرلي في الايرلي كنا واخدينها قبل كده ان هو اهم اهم ثلاثه اورجانيزم وأكتر ثلاثه اورجانيزم اصلا بيأثروا على الانفانت او النيونيت هما الجي بي اس اللي هو جروب بي ستريبتوكوكاي والايكولاي والاستريا مونوسايتوجين دول اهم ثلاثه بيبقوا في الايرلي طب في الليت انا قلت لك حاجات خاصه بمين خاصه بالهوسبيتاليزيشن فكل الاورجانيزم اللي جاي ده كلها خاصه بالهوسبيتاليزيشن او النوزوكميان واهم واحد فيهم هو الاستافوريوس يعني ده حطه على ايه؟ على راسهم يبقى عندنا الستاف ارياس واللي هو الهيموفيلس انفلونزا والكليبسيلا والسودوموناس دول اهم اربع اورجانيزم فين في الليت سيبسيس يبقى عندنا الليت سيبسيس كلها حاجات خاصه بالهوسبيتاليزيشن فعندنا الاورجانيزم بتاعها اشهر واحد فيهم هو الستاف ارياس او الاتش انفلونزا او الكليبسيلا والسودوموناس آه لكن في اللي هو الايرلي اهم ثلاثه اورجانيزم اصلا بنشوفه في النيونيت هم مين؟ جروب بي ستريبتوكوكاي والايكولاي والاستيريا e. مونوسايتوجينز. طب ايه هم آه هم الكلينيكال بيكتشرز اللي ممكن نشوفها على مريض النيونيتال قالك قال الطفل يعني في العموم كده المناعه بتاعته ضعيفه فبتلاقي الطفل كده نوت آه دوينج ويل يعني هياثر على كل حاجه في جسمه. ما هو الطفل مناعته ضعيفة فالإنفكشن هتبدأ تضره وتخش في كومبليكيشن والأعراض هتزيد فهتبدأ تأثر على كل السيستم بتاع جسمه تمام؟ فهتلاقي كل جسمه مضروب زي ما بقوله لكن قسموها ايرلي برضه وليت والايرلي المانيفستيشن بتاعته يعني مش هتكون سبيسيفيك هنشوف الوقت في الدفرنشال diagnosis كل differential diagnosis اللي هنشوفها كمان شويه كلهم بيحصل معاهم نفس الاعراض دي فهي حاجات الاعراض دي مش سبيسيفيك للنيونيتال سيبسز تمام لكن في الليت manifestation الاعراض هتبدا هتبقى ايه سبيسيفيك شويه هتبقى مور فوكال يعني هيتضاف لها مور اللي هي هتبقى سبيسيفيك شويه عن الايرلي تمام في الايرلي manifestation قال لك ممكن تلاقي الطفل لسارجي يعني زي ما قلت لك قبل كده ان الطفل بتلاقي دايما نايم وتصحيه بصعوبه وتلاقيه راح نام تاني بسهوله كده إن هو ده اسمه لسارجي بعد كده ممكن يجي له ابني ممكن يحصل له بالور اللي هو بسبب الانيميا او سيانوزيس لك الطفل ممكن يخش في Unstable Temperature و أخطر Symptoms هنا و سيريس Serious هي سيرميا الطفل ده ممكن يدخل في Hypothermia ممكن يحصل له More Reflexes اللي احنا كنا واخدينه المورو Reflex قال لك ممكن يفقد المور ريفلكس وخدنا في محاضره البريست فيدنج اللي هو كان الساكلنج ريفلكس ده كان اهم ريفلكس اصلا في اللي هو البريست فيدنج قال لك هيفقد الريفلكسات دي كلها هتتفقد قال لك وممكن بعد كده ما انا قلت لك اهوت الساكلنج ريفلكس فقد الساكلنج ريفلكس فاكيد هيبقى بور ايه؟ بور فيدنج ما عادش عارف اصلا يحصل له ايه ما عادش عارف ان هو ايه آه يرضع تمام؟ يبقى عندنا الايرلي مانيفستيشن اول حاجه لسارجي وابنيه وبلور وسيانوزيس واهم حاجه في الايرلي مانيفستيشن هي الهايبوثيرميا لانها مور سيريس للطفل وهيفقد الريفلكسات بتاعته اللي هو بور مورو ريفلكس وسكلنج ريفلكس وبما انه فقد السكلنج ريفلكس فما عادش هيعرف ايه يرضى يبقى بور فيدنج عندنا الليت مانيفستيشن بقى اللي قلت لك هتبقى مور سبيسيفيك شويه تبدا بقى تمسك السيستم بتاع الجسم كلها تاثر عليه وانت جاي من فوق كده السي ان اس هيحصل له مننجيتس وعلى على ال وفي اللنجا هيحصل له نيومونيا وفي الليفر هيحصل له هيباتايتس وهيباتوس بلينوميجالي عندك كمان هيحصل له ايه هايبر بلوروبينيميا وعلى مستوى البلد هايبر بلوروبينيميا يبقى اكيد هيبقى عنده جونز تمام قال لك على مستوى البلد هيحصل له بيربرا وي اللي هو الدي اي سي ديسيمينيتد انترافاسكولار كواجيولوباثي وعندنا بعد كده هيحصل له نيتايزنج انتيرو كلايتس اللي هو على مستوى الانتستين هنشوف هنشرحها المحاضرة دي كمان شوية نيكروتايزنج انتيرو ده جاي معانا أه وعلى مستوى العظم هيحصل له ارثرايتس وعلى مستوى السكين هيحصل له حاجه اسمها سكليريما السكليريما دي بتلاقي جلد ناشف كده ومحجر اللي هو هاردنينج اوف سكين بتلاقيه ناشف كده لكنها هي بوربروجنوستيك شويه تمام يعني السكليريما مش بروجنوستيك على ايه على المرض هنا تمام عندنا بعد كده في اللي هو السبتك شوك يبقى عندنا السيبسز ممكن يخش بعد كده في سيبتيك شوك وممكن يحصل له سيبتيك رينال فيلير سيبتيك رينال فيلير فيحصل له اوليجوريا وعندنا ميتابوليك اسيدوزيس يبقى عندنا لو انت واخد بالك يعني ما سابش حته في جسمه يبقى السبسس هنا ما سابش اي منطقه في الجسم في عند الطفل لان اصلا مناعته ضعيفه فاثر على كل جسمه حصل له مالتي اورجان فيلير تمام على مستوى السي ان اس فوق حصل له إنجايتس على مستوى اللنج حصل له نيومونيا على مستوى الليفر حصل له هيباتايتس وهيباتوس بيلونوميجالي وهايبر بيلوروبينيميا عملت جوندس على مستوى البلد عملت بيربرا ودي اي سي على مستوى الانتستين قال لك انتيرو وعلى مستوى البون ارثرايتس وفي السكن عمل لي حاجه اسمها سكيليريما اللي هو قلت لك تخلي الجلد ناشف كده وقال لك هيعمل لك بعد كده برضه سبتك شوك في النهايه وده من ضمن الكومبليكيشن هيعمل لك سبتك شوك وتروح على الري... على مستوى الكيدني يعمل لك رينال فيلير وأكيد لما حصل لنا فيلير هيبقى عندك أوليجوريا وميتابوليك أسيدوزيس بتلاقي الإلكترولايت امبالانس تمام ده كده اللي هو الكلينيكال فيتشرز قال خد بالك أول ما تشوف واحدة من الريسك اللي إحنا قلناها فوق ده أو أكتر اللي هي الريسك اللي فوق دي تمام لو شفت أي واحدة من الريسك دول تمام خد بالك لازم على طول تتابع مع مع الطفل دهوت وتعتبره اكنه مريض سيبسيز لحد ما يثبت العكس اللي هو ازاي انا الوقت اصلا هشوف في الانفستيجيشن بتاعت السيبسيز ان انا بعمل انفستيجيشن اللي هو الكالشر فانا مش هستنى نتيجه الكالشر الكالشر دايما بتتاخر في ان هي تطلع يعني ان هي تظهر فانا هبدا اعالج الطفل ده اكنه مريض سيبسيز لحد ما يظهر العكس عن طريق مين عن طريق الكالشر لحد ما الكالشر تطلع نيجاتيف اقوم موقف الانتيبيوتيك اللي, اللي انا كنت ماشي عليه وابدا كده اشوف ايه السبب بقى في الايه في الاعراض اللي عنده دي يبقى انا دلوقتي انا شفت واحد يعني انا دلوقتي خدت في الهيستوري هنشوف اهو في الهيستوري بتعرفك الريسك فاكتور اهو تمام فانا دلوقتي انا خدت هيستوري جيت ابص لقيت عنده 1 اور مور ريسك فاكتور من اللي انا شفتها فوق وخاصه ان هو كان بريماتيور وخاصه ان هو كان هوسبيتاليزيشن وتعرض لميكانيكال فنتيليشن ولو كان بريزيستنت ميتابوليك اسيدوزيس الثلاثه دول اهم ثلاثه ريسك فاكتور لو شفت واحد او اكتر من الريسك فاكتور اللي احنا قلناها من فوق دول لازم اشك في الطفل ده ان هو عنده سيبسيس لحد ما يثبت العكس تمام فانا شكيت ان هو عنده سيبسيس ابدا اعالجه اكنه مريض سيبسيس هديله له أنتبيوتك. مستناش ما هنشوف الوقت في العلاج ان انا ببدا بالانتبيوتك على طول امبيريكال اللي هو كعلاج تجريبي كده انا مش يعني ايه مش هستنى الكالشر الكالشر بتتاخر فمش هستنى الكالشر عشان الطفل ممكن يدخل في ايه في كومبليكيشن طب عايز اشخص بقى اللي هو نيونيتال سيبسيز قال لك اول حاجه انا خدت هيستوري هبدا اشوف لو كان في عنده ريسك فاكتور من اللي انا قلتها فوق دول لا هشوف الكلينيكال بيكتشرز اللي موجوده على العيان اللي احنا اتكلمنا عنها في الايرلي والليت بعد كده هعمل له بقى انفستيجيشن اول حاجه في حاجه اسمها سيبسيز سكريننج هبدا اعمل سكريننج للطفل ده او الاطفال اللي عندي عندنا اول حاجه في السكريننج هي السي بي سي والسي بي سي, بي سي بشوف عند الطفل اما ليوكوبينيا واما ليوكوسيتوزس والليوكوسيتوز بتبقى ليس كومون شويه لكن عند الطفل زي ما احنا عارفين ان هو بقى الاطفال في النيونيت الليوكوبينيا بتبقى اقل من 5000 والليوكوسيتوزس بتبقى اكتر من ألف تمام يبقى عندنا هشوف يا اما ليوكوبينيا يا اما ليوكوسيتوزس وزي ما قلت لك بتبقى ليس كومون هشوف عند الطفل ده ليوكوس... اللي هو ثرومبوسيتوبينيا تمام وعنده كمان توكسيك جرانيوليشن في النيوتروفيل وأعتقد كنا خدناها في الكلينيكال باثولوجي حته التوكسيك جرانيوليشن دي عندنا بعد كده بقى بانديميا والبانديميا ده الباند الباند سيلز ده بتبقى اما تيور سيلز اما تيور نيوتروفيل بيبقى عددها قليل المفروض يعني لانها اما تيور فبتبقى عددها قليل خالص المفروض بقى في هنا في الإنفستيجيشن هتشوفها اكتر من من 20% يبقى عندنا هنا الباند سيلز لو شفتها اكتر من 20% فده يدللك على ايه على السبسيز بعد كده بقى هبدا اكشف عن الاورجانيزم ايه اللي ممكن يكشفنا عن الاورجانيزم في الانفكشن زي منه هو الكالشر هعمل كالشر سواء كانت على مستوى البلد بقى هاخد من البلد او السي اف او اليورين او ممكن اخد اندوتراكيال اسبيريت تمام وما تنساش الكالشر دي عندنا بعد كده بقى انا قلت لك فوق هو مالتي اورجان سيستميك فيلير يعني بص مسك السيستمز كلها ضربها فانا هبدا اشوف بقى اعمل له بقى انفستيجيشن على مستوى كل سيستم الانفستيجيشن الخاص بيه يعني على مستوى الشيست انا قلت لك فوق كان عنده نيومونيا فهبدا اعمل له شيست اكس راي اشوف عشان استبعد النيومونيا هبدا اعمل له انا قلت لك فوق كان في مننجايتس على مستوى السي ان اس اعمل له ايه اعمل له سي اس اف لو خدت فوق بالك فوق برضه كان عنده هيباتيتس وعنده هيباتوس ميجالي ابدأ اعمله ليفر انزيمز كان عنده برضه هايبر بيلوروبينيميا له اعمله له البيليروبين وعندنا كان برضه لو خدت بالك فوق كان عنده دي آي سي وبربرا يبقى ده اعمله اللي هو البي تي والبي تي تي عشان اشوف اللي هو الكلوتنج والكواجيوليشن فاكتور تمام أه هعمله بقى شوية انفستيجيشنز كده بين بنعملها في أي أصلا مرض اللي هو عندنا السيرام يوريا والإلكترولايت والبلد جلوكوز والأمونيا أه يبقى ده كده الانفستيجيشن يبقى عندنا الانفستيجيشن أول حاجة أنا خدت من من الطفل أو من مامته الهيستوري بعد كده شفت الكلينيكال بيكتشرز بعد كده هبدأ أعمل له انفستيجيشن أول حاجة السيبسز سكريننج والسيبيس كريم بعمل له سي بي سي وبشوف فيه اما اليوكوبينيا او اليوكوسايتوزيس وثرومبوسايتوبينيا وممكن اشوف فيه توكسيك جرانيوليشن في النيوتروفيل او بانديميا والبانديميا ده الباند سيلز ده بتبقى اما تيور نيوتروفيل بلاقيها اكتر من 20% والماركرز بتاعت الانفلاميشن اللي هم الاي اس ار والسي ري اكتف بروتين بلاقوهم عاليين بعمل كلشر عشان اعمل ديتكشن للاورجانيزم آه بعد كده بقى ابدا اشوف كل سيستم لوحده عشان اشوف المالتي اورجان فيلير واشوف الكومبليكيشن ده واستبعد بقى آه عندنا على مستوى الشيست هعمله اكس راي عشان استبعد النيمونيا ولو في منجايتس لو انا شاك في منجايتس اعمل له سي اس اف اناليسز وكانشر وعندنا كان في دي اي اعمل له بي تي وبي تي تي وكان في هايبر بيليروبينيميا هعمل له وكان عندي هيباتايتس هعمله ليفر انزايم واعمل له شويه انفستريشن روتينيه كده اللي هم مين السيراميوريا والالكترولايت والبلاك جلوكوز والامونيا أه بعد كده بقى نشوف ايه هم الديفرنشال دايجنوزز ويعني وي أه في كده مينومونيك هنا اللي هو ذا مس ذا ميس, آه ميس فيتس أه اللي هو التي اللي هو تروما اللي هو الانترا كرينيال هيموريج يعني كل الديفرنشال دايجنوز اللي احنا هنشوفهم دول بيبقوا معاهم نفس الاعراض اللي احنا شفناهم فوق اللي هم الابل والليل بنشوف نفس الاعراض دي معاهم بالظبط فعشان كده عاملين لهم دفرنشال دايجنوز اللي هو عندنا في التروما انترا كرينيال هيموريج عندنا في الاتش اللي هي هارت ديزيز زي ممكن يكون كونجنيتال او هايبوكسيك او هيبوفوليميك عندنا الاي e اللي هو اندوكراين اللي احنا خدناه في الاندوكراين من يومين اللي هو الكونجنيتال ادرينال هايبربليزيا عندنا بعد كده في الام اللي هو الميتابوليك ديستربنس زي هاي ج... اللي هم الهايبوهات بقى اللي هم هايبوجلايسيميا وهايبو وهايبوماجنيسيميا كمان عندنا بعد كده الام بورن الاي اللي هي الام بورن ايرورز اوف ميتابوليزم عندنا بعد كده السيبسز اللي هو الاس وبعد كده الاف اللي هو الفيتس اللي هم بيجي مع الإبليبس والسيجرز اللي هم الفيتس الاي الانتستينال كاتاستروفيز اللي هو زي الانتستينال اوبستراكشن او الايه او النكروتايزنج انتيروكولايتس اللي احنا هنشرحها كمان شويه والتي توكسينز والاس اللي هو السيفير اسفكسيا كل دول بيعملوا نفس الاعراض بتاعه النيونيتال اسفكسيا فلازم اخد بالي من الديفرنشال دايجنوز دول آه عندنا بعد كده في الـ ال المانجمنت عايزين نعمل مانجمنت بقى للنيونيتال سيبسز اول حاجه كده هعمل أكسس وبعد كده ابدا اعمل كيوراتيف يبقى عندنا في كبروفيلاكسس الاول علاج أكسس وبعد كده في علاج تاني ككيوراتيف البروفيلاكسس ده يعني قبل ما قبل ما المرض يظهر هعمل ايه هبدا ان انا ادي للام امبسيلين لو انا شفت شكيت فيها في الريسك فاكتور يعني الانديكيشن اللي احنا شايفينها ده انا مش هقولها الانديكيشن دول كلهم هما مكتوبين بصيغه يعني مختلفه لكن هم كلهم نفس الريسك فاكتور اللي احنا شفناه فوق يعني انا اول ما اشوف في الهيستوري اه ريسك فاكتورز ابدا على طول احقن للام دي انترا فينوس امبيسيلين اديها امبيسيلين بسرعه عشان اقلل الترانسميشن بتاع مين الجروب بي ستريبتوكوكاي تمام يبقى عندنا دلوقتي انا شكيت في الام او خدت هيستوري ولقيت الريسك فاكتورز بتاعت النيونيتال سيبسز اللي احنا شفناها من فوق على طول احقن الام مين احقن آه الام للماتيرنال اللي هو امبيسيلين احقن الام ايه امبيسيلين عشان الامبيسيلين ده آه بيعمل ايه بيقلل الترانسميشن بتاع الجروب بي ستريبتوكوكاي لان هو آه يعني بيبقى ضد مين اللي هو الجرام بوزيتيف الجرام بوزيتيف آه وزي ما قلت لك الانديكيشن هم هم نفس الريسك فاكتورز اللي فوق بالظبط تمام بعد كده بقى كيوراتيف عايز آه اعالج الطفل ده يعني خلاص بقى انا خلاص جالي طفل عنده نونيتال سيبسس مفيش بقى بروفيلاكسس وكده هو خلاص ايه جا وعنده نونيتال سيبسيس هبدا اعمل له ايه اول حاجه الطفل ده اعمل له كير ادخله الحضانه بقى واظبط له التمبريتشر بتاعته ولو احتاج اي بي فلويد اديله ولو احتاج اوكسجين برضه اديله ده بعمله فين في اللي هو في الحضانه بعد كده هديله سبيسيفيك تريتمنت ولو خدت بالك هنا بقى من السبيسيفيك تريتمنت اعتقد لو فاكر قلنا قبل كده بالحرف مع مين بقى مع النيونيتال نيومونيا قلنا قبل كده في محاضره النيومونيا نفس نفس العلاج بالظبط اللي هو اول حاجه قلناها هناك قلتلك لك هديله دبل انتيبيوتيك لو فاكر وقلت لك له الدبل انتيبيوتيك كانوا وجين وجينتامايسين وقلت لك ممكن اديله امبيسيلين مع سير ديجنريشن سيفالوسبورين زي مين السيفوتاكزيم وقلت لك لو كان في ستاف اوريس هديله فانكومايس ده العلاج بتاع مين بتاع النيومونيا هناك طب تعال نبص هنا كده بقى هنا هديله على طول اميديت بارينترال انتيبيوتيك وزي ما قلت لك فوق اهو الانتيبيوتيك مش انتيبيوتيك بديه على حسب مين الكالشر والسنسيتيفيتي لكن مش هستنى الكالشر لما تطلع هبدا اديله على طول امبيريكال انتيبيوتيك كومباينيشن اللي هو هديله علاج إيه علاج زي امبيريكال يعني تجريبي يعني زي علاج تجريبي كده ما استناش مين اللي هو الكالشر لحد ما الكالشر تطلع ان طلعت بوزيتيف هشوف بقى الايه الانتيبيوتيك الخاص بالكالشر اللي طلعت دي لو طلعت نيجاتيف هوقف الانتيبيوتيك طب ايه بقى هم الانتيبيوتيك دول قال لك في الاري اونست سيبسس بديله امبيسيلين وجينتامايسين زي ما قلت لك هناك اهو في النيومونيا كنت بادئ هناك في النيومونيا بامبيسيلين وجينتامايسين الامبيسيلين ده اصلا بعطيه عشان الجرام نيجاتيف عشان الجرام بوزيتيف لكن الجينتامايسين عشان يغطي مين يغطي الجرام نيجاتيف لان هنا الطفل اصلا مناعته ضعيفه فبيبقى عنده الاثنين تلاقي الجرام نيجاتيف وجرام بوزيتيف الاثنين طب في الليت اونست في الليت اونست هديله فانكومايسين واديله جينتامايسين لو خدت بالك انا برضو هناك هناك في النيمونيا كنت مديله فانكومايسين عشان الاستاف أورياس طب ما انت هنا في الليت اونست ان فوق اصلا لو فاكر في الجدول قلت لك اول حاجه اصلا في الاورجانيزم بتاعت الليت اونست كانت مين كانت الاستاف وده اهم واحده فيهم فانا اول ما اشوف الاستاف أورياس لازم اندي فانكومايسين مع مين مع الجين طميس. يعني هو نفس العلاج بتاع النيمونيا بالحرف تمام اهو تحت اهوت كمان اهو قال لك ممكن أديله له سيرد جينيريشن سيفالوسبورين زي السيفوتاكزيم لو كان عنده سيبسيز ومننجايتس برضه زي مين زي النيموني ضيف هنا بقى ان انا ممكن أديله انتي فانجر واعتقد قلناها هناك قلت لك هناك لو في كانديدا لو كان الانفكشن عن طريق كانديدا هديله له ايه سيرابي اللي هو اللي هو الانتي فانجر بروفلاكس زي الفلوكانزول ده لو كان الطفل ده بده بديه لو كان الطفل عنده ريسك فاكتورز زي, زي اللي هو كان بري تيرما او كده تمام آه، طب الانتيبيوتيك دي بدها لحد يعني لحد امتى قالك لمده من عشرة ل 14 يوم يعني ب... بدي الطفل الانتيبيوتيك دي لمده من عشرة او من اسبوع لاسبوعين يعني ما يتعداش كده آه، امتى بقى ازود واديله لمده ثلاثة اسابيع لو كان عنده منجايتس يبقى لو الطفل كان عنده منجايتس ممكن يوصل ان انا ادوله الانتيبيوتيك لمده ثلاثة اسابيع لكن ما ينفعش ازود عن من 10 ل 14 اسبوع لو ما كانش فيه منجايتس وابدا بعد كده اعالج الكومبليكيشن لو ظهر يبقى العلاج هو هو بتاع النيومونيا يعني انت لو مذاكر محاضره نيومونيا ما تذاكرش العلاج بتاع بتاع النيونيتال سيبسس ده كان اول موضوع معانا وطولنا فيه بسبب ان هو موضوع مهم تمام لسه معانا كمان موضوع مهم اللي هو هنتكلم فيه اللي هو النكروتايزنج انتروكولايتس بعد كده الثلاث مواضيع الباقيين هيبقوا ايه يعني كلام قليل مش هيبقى كتير ان شاء الله هنتكلم بقى عن النيكروتايزنج انتروكولايتس ايه هو النيكروتايزنج انتيروكولايتس اللي كل ما شويه نشوفها في كومبليكيشن شكل دي قالك ده نيكروزس في الانتستاين يبقى ده اكيوت انتستاينال نيكروزس يبقى حصل نيكروزس في الانتستاين ومش معروف في السبب ودايما بيجي في البريماتور اكتر يبقى عندنا مين هو النيكروتايزنج انتيروكولايتس ده من اسمه اصلا نيكروتايزنج يبقى اكيد في نيكروزس وانتيروكولايتس يعني في الانتستين تمام يبقى في حصل نكروز فين في الانتستين بس مش معروف السبب وبيجي اكتر في مين في البريماتيور وبيبقى في البريماتيور هاي ايه هاي مورتاليتي ريت يعني بيموت عدد كبير منين من البريماتيور عندنا بعد كده ايه هو الريسك فاكتور بتاع النيكروتايزنج انتيروكولايتس اول سبب واهم سبب وهيجي في الام هو مين البري ولازم يعني بيبقى اكتر يعني في البريماتيور اللي هم اقل من كيلو ونص يعني الاطفال اللي بتبقى اقل من كيلو ونص بيبقى اكتر عرضه لمين للي هو النيكروتايزنج انتيرو كولايتس عندنا بعد كده في الانتستاينال اسكيميا اللي بيبقى سببها مثلا أسفكسيا برينيتال أسفكسيا او بوليسيسيميا او بي دي ايه اللي هو البيتا انت ارتريوزس لو انت واخد بالك ثلاثه بي اهم برينيتال اسفيكسيا بوليسيسيميا وبي دي ايه وزود عليهم بقى الاندوميساسين تمام يبقى عندنا في البريماتيوريتي والانتستينال اسكيميا وتالت حاجة بقى واهم حاجة برضو فيهم مهمة وهي الفيدنج تمام عشان ده هنشوفها في العلاج كتير الوقتي وهنشوفها هنشوفها كمان في الكلينيكال بيكتشر اللي هو الوقتي طفل ما بيرضعش بريست فيدنج وكمان راح تديله فورمولا هايبر اوزمولر تمام ده كده انت بتضره وبتعرضه لايه اللي هو النيكروتايزنج انتركولايتس يعني هو كمان يعني انت اصلا الافيض للطفل ان هو إيه ان هو يعني يكون اكله كله ايه يكون الغذاء آه بتاعه يعني يكون بريست فيدنج كمان انت رحت اديته فورمولا واديته هايبر أوزمولر او كمان يعني آه الاطفال اللي هم ما بيطعموش بريست فيدنج او مثلا بريماتيور وكده لما بيدخلوا الحضانه بيطعموهم بايه بحاجه اسمها الرايل تيوب اللي هو الانترال نيوتريشن لو احنا فاكرين كنا خدناها قبل كده في الجراحه اللي هو في حاجه اسمها انترال وفي حاجه اسمها بارنترال نيوتريشن فبالانترال نيوتريشن اللي هو زي الرايل تيوب وكده او النيزو جاستريك تيوب عندنا ده هو بقى بدا يطعمه بالانترال فيدنج وكان اجريسيف احنا عندنا في الانترال فيدنج يعني بيبدا بكميه صغيره بعد كده لو الطفل يعني بدا ان هو انت شايف الطفل يعني طبيعي معاك ومفيش اي اعراض ظهرت عليه بتبدا تزود الكميه يعني بتيجي تدريجيا واحده واحده لا هو ده دخل على طول كده اجريسيف انترال فيدنج عند البريماتور وده غلط تمام ده انت كده بتخليه ريسك فاكتور لمين للنيكروتايزنج انتيروكولايتس يبقى عندنا ايه هم الريسك فاكتور بتوع ثلاثة بريماتيوريتي وده اهم واحد فيهم هو الموست امبورتانت ريسك فاكتور بعد كده في الانتستينال اسكيميا بعد كده في الفيدنج وعرفنا ايه في في الفيدنج عشان الوقت عن طريق البريفنشن هقول لك وقف الانترا الايه وفي العلاج برضه هقول لك وقف الانترا الفيدنج وبرده في البريفنشن هقول لك افويد الاجريسيف انترا الفيدنج يعني ما تبقاش اجريسيف قوي في الانترا فيدنج يعني خدها تدريجيا كده تمام وهبدا كمان اشجع الام انها ايه ترضع الطفل بالبريست فيدنج رضاعه طبيعيه يعني تمام ما تدلوش اي فورمولا واي لبن صناعي والكلام ده تمام عندنا بعد كده ايه هو الباسوجينيسيس اول حاجه في الباسوجينيسيس انا قلت لك هو نيكروزيس حصل نيكروزيس فين في الانتستينال ميوكوزا لما حصل نيكروزيس ادى لان يحصل انفكشن بسهوله وسوبر انفكشن فين في الانتستين فلما حصل سوبر انفكشن عمل لك دخل لك الهواء في الايه هوا ما, هو ما بين الوول بتاعة الانتستين اللي هو الجاز فورميشن ما بين الوول بتاعة الانتستين وهتشوف كمان شوية في الاكس راي هنشوف حاجة اسمها نيوماتوزيس انتستيناليز بكده نكون عرفنا ليه سببها نيوماتوزيس معناها ان في هوا انتستيناليز يعني في هوا في الانتستين اهو هو ده السبب ان حصل نيكروزس النيكروزس عمليه لي سوبر انفيكشن وبعد السوبر انفيكشن حصل جاز فورميشن فين ما بين الوول فده اللي عمل لي النيوماتوزس انتستيناليز بعد كده حصل اكستنسيف فول نيكروزس بدا يحصل نيكروزس اكتر واكتر تمام ويحصل سبتسيميا وفي الاخر لما حصل نيكروز اكتر واكتر حصل لي وهنشوف برضو في الاكس راي حاجه اسمها نيومو بريتونيام يبقى ايه سبب النيومو بريتونيام البيرفوريشن ده لما حصل بيرفوريشن الهواء دخل 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 تحت الدايفرام عمل لي حاجه اسمها نيومو بريتونيام تمام وفي الاخر بريتونايتس يبقى عندنا ايه الباثوجينيسيس عشان بس الباثوجينيسيس ده يعني مرتبط عليه حاجات بعد كده اول حاجه حصل سلافينج اند ايه نكروزس بعد ما حصل نيكروزس حصل سوبر انفيكشن بعد ما حصل سوبر انفيكشن ادى الى جاز فورميشن ما بين الوول بتاع الانتستين عمل لحاجة اسمها نيوماتوزس انتستيناليس تمام بعد كده حصل صوب اللي هو حصل فارزر نكروزس اللي هو اكستنسيف نكروزس اكتر واكتر وادى لبرفوريشن بدا الوول ايه يحصل فيه برفوريشن فبدا الهواء يدخل تحت الديافرام عمل لي حاجه اسمها ايه نيومو بروتونيوم الحاجات دي هنشوفها دلوقتي في الـ في الاكس راي نيومو بروتونيوم او بروتونايتس تمام ده كده الباثوجينيسيس بتاع الايه الان اي سي -E عندنا بعد كده ايه هي الكلينيكال بيكتشرز قال لك الكلينيكال بيكتشرز ده يعني بنشوفها دايما في اول اسبوعين من حياه الطفل في الاول كده بتبقى في حاجات نان سبيسيفيك وفي حاجات سبيسيفيك هي بتاعت الابدو من ده وما تنساش لكن الحاجات النون سبيسيفيك ده لو عايز تنساها حالا انساها عادي لكن اهم حاجه اللي هيجي دلوقتي اللي هم الابدومينال المانيفستيشن دول اهم حاجه اصلا فين في النيكروتايزنج انتروكولايتس ما انا بقول لك حاجات في الامعاء فاكيد لازم المانيفستيشن بتاعت الأبدومين من ده ما تتنساش اول حاجه نون سبيسيفيك اللي احنا لسه اصلا شايفينها فوق من شويه اللي هي الابنيا والسارجي وشوك وكارديوفاسكولار كولابس وفي بليدنج آه تمام اللي هو بيحصل كونسومبشن فيه اللي هو الكواجلوبس يعني عندنا ايه هي بقى عايز تنسى اللي فوق ده انسى اهم حاجه بقى الابدومينال مانيفستيشن الابدومينال مانيفستيشن قال لك الطفل ده تيجي يعني ترضعه ما بيرضاش او تاكله ما بيرضاش ياكل ولو كل بتلاقي الهضم بتاعه ضعيف فلما الهضم بتاعه ضعيف اكيد من بطنه هتتنفخ يحصل ابدومينال ديستنشن وقال لك في الاخر ممكن يحصل اريسيما كمان على ايه على الول بتاع الابدومين وبعد كل ده لو سبته ممكن تلاقيه ينزل دم فين في الاستول يبقى بالتدريج كده أول حاجة الطفل اللي معايا اللي عنده نيكروتايزنج انتروكولايتس مش بياكل بيبقى عنده فيدنج انتولرانس ولو كل بيبقى الهضم بتاعه ضعيف اللي هو ديلايت في الجاستريك امتنج فلما هو يعني لما هو كل والهضم بتاعه ضعيف فاكيد بطنه هتتنفخ من كتر الاكل اللي ما تهضمش فهيحصل ابدومينال ديستنشن اللي هي اسمها زياده الابدومينال جيرس ده اللي هو اللي هو الحجم بتاع الابدومين يعني يعني زياده حجم الابدومين اللي يعني هي معناها ابدومينال ديستنشن تمام زي ما انت شايف الصوره قدامك كده شوف بطن الطفل منفوخه ازاي قال لك لو انت سبتها هيبدا يحصل ارسيما زي ما انت شايف كده ارسيما فين في الوول بتاع الابدومين ولو ضغطت عليه تلاقيها بتوجعه تندرنس ولو سبته كل ده هيخش بقى في كومبليكيشن ويبدا ينزل ستول في ال ينزل بلاد فين في الاستول اللي هي اسمها ال... الهيماتو الهيماتو الهيماتوشيزيا او الهيماتوكيزيا اللي هي بلاد في الاستول تمام يبقى عندنا الادمان مانيفستيشن دول مهمين ما يتنسوش الانفستيجيشن واهم حاجه هي راديولوجيكال انفستيجيشن اللي هو الاكس راي هنشوف ايه في الاكس راي اول حاجه اهو اللي احنا قلناها في الباثوجينيسز اول حاجه ده اللي هو اسمها نيوماتوزس انتستيناليز خد بالك ده ممكن تيجي في الام اس كيو الثلاثه دول ممكن يجوا في الام اس كيو يبقى اول حاجه بسبب ان حصل عندي ان الوقت حصل نيكروزس وبعد ما حصل نيكروز حصل لي سوبر انفيكشن بعد السوبر انفيكشن قلنا ايه اتكون جاز فورميشن ما بين ايه ما بين الوول هو بقى ده هو اللي عمل لي نيوماتوزس انتستيناليز اهو جاز في الانتستينال وول زي الصوره دي عندنا هنا لو انت واخد بالك يا مش واضحه في الصوره في هواء تحت الدايفرام انا يعني لما قلت لك حصل آه اللي هو هناك حصل لك سوبر انفكشن بعد السوبر انفكشن اتكون آه جاز فورميشن بعدها حصل ايه حصل فارزر نيكروز وبعد الفارزر نيكروزس حصل ايه بيرفوريشن فلما حصل بيرفوريشن الهواء عدى تحت الدايفرام عمل لي حاجه اسمها نيومو بريتونيوم اللي هو جاز اندر دايفرام اسمه ايه نيومو بريتونيوم ما تتنساش وليه سببها ايه سببها البرفوريشن طب دي مش مهمه قوي دي بقى اللي هي عندنا الهوا ده ممكن كمان يوصل ويروح للبورتال فين تمام يبقى الهوا موجود عندي دلوقتي يعدي في ثلاث مناطق عندنا الهوا في الول بتاع الانتستين اسمه نيوماتوزس انتستيناليز لو عدى تحت الدايفرام اسمه نيومو بريتونيوم لو راح للبورتال فين هيبقى اسمه انترهيباتيك بورتال فين جاز اللي هو عندنا أه سببه ايه البرفوريشن يبقى عندنا دول الاكس راي يبقى عندنا شخص اللي هو النيكروتايزنج انتروكولايتس بايه بالاكس راي بعد كده ممكن اعمل له الترا ساوند يبقى عندنا الاكس راي او الالترا ساوند الالترا ساوند ممكن تكون سنسيتيف للنيوماتوزس انتستينال يعني ممكن تشوف بالالترا ساوند النيوماتوز انتستينال بس صعبه شويه ومحتاجه اصلا واحد يكون ماهر يعني واحد يكون ماهر فين انه في استخدام اللي هو البروب بتاع الالترا ساوند وكده عشان يقدر يوجهه وكده فمحتاجه ايه واحد ماهر فصعب شويه ان انت تشوف ان ماتوز انت سينارس بي الايه الترا ساوند قال لك ممكن تستخدم الدوبلر الترا ساوند يشوف لك احنا عارفين ان الدوبلر بايه بي بيورينا الارترز يوريك اللي هو السبلينيك ارترز عشان يقدر يفرق نفرق ما بين اللي هو النيكروتايزنج انتروكولايتس عن اللي هو البناين فيدينج التونرس تمام يبقى ده احنا كده عرفنا اللي هي ان احنا بنستخدم الاكس راي وبنستخدم الالترا ساوند فين في التشخيص بتاع النيكروتايزنج انتروكولايتس واهم حاجه الاكس تمام آه ممكن اعمل لابوراتري انفستيجيشن آه يعني قالوا فيه طريات كده يعرفوا اللي هو آه تلات حاجات لو شفتهم آه يعني ايه شك في ان ده النيكروتايزنج انتروكولايتس وهم سرومبو سايتوبينيا نقص هيبو هايبوناتريميا نقص الصوديوم ميتابوليك اسيدوزيس يبقى عندنا الثلاث حاجات دول لو شفتهم قال لك ممكن يدل لك على النيوترو... النيكروتايزنج انتروكولايتس اللي هم ثرومبوسايتوبينيا هايبوناتريميا وميتابوليك اسيدوزيس مش مهمه قوي بس اعرفها يعني قال لك اعمل ستول اكزامينيشن لو انت واخد بالك انا قلت لك فوق حاجه اسمها آه... اللي هو احنا بنلاقي ستول في ال... هنا اهي احنا بنلاقي ستول في قصدي ال... بنلاقي بلاد في الستول تمام يبقى اعمل له ايه اعمل له ستول اكزامينيشن عشان اشوف الاوكلت بلاد ده تمام بعد كده اعمل له سيبس زور كاب اللي هو بقى سي بي سي وسي ار بي وكالشر للبلد والستول او السي اس اف تمام دي حاجات روتينيه يبقى اهم حاجه في الانفستيجيشن الاكس راي اللي هو اول حاجه قسمناها راديولوجيكال وبعد كده لابوراتوري الراديولوجي فيها اكس راي وده اهم حاجه وعرفنا ايه اللي بنشوفه في الاكس راي ومهم ممكن يكون ام اس ده اهم حاجه في اصلا في النيكروتيزنج التروكولايتس بعد كده التراساوند عندنا بعد كده اللابوراتوري قلت لك اللي هم ثرومبوسايتوبينيا وهيبوناتريميا وميتابوليك اسيدوزيس وبعد كده ممكن اعمل ستول اكزيمنيشن والسورس زور قوابل الهيتروتينال بعملها سي بي سي سي ار بي اللي هو كالشر. قال لك بقى لو سبته ايه اللي هيحصل بعد كده لو سبت الطفل ده يعني حصل ظهر عليه الاعراض ده وفضل وما راحش للدكتور قال لك ممكن بعد كده يخش بقى في ستريكشر ان ده يعمل ايه استريكتشر وبعد كده ممكن كمان يوم حاصل فيستولا اللي هو اتخرم كده، يحصل فيستولا وعندنا في شورت باول سندروم ومال ابزوربشن وممكن يحصل كرونيك دايرية تمام، ولو فضل عايش ممكن يحصل له امبيرد في الكوجنيتيف اوت اللي هو بقى يبدأ بقى يأثر كمان على السي ان اس كمان تمام، يبقى عندنا السكولي او الكومبليكيشن اللي ممكن تحصل لو الطفل فضل قال لك ممكن يحصل له استريكشر او اللي هو فيستولا ممكن يحصل مال ابزوربشن او كرونيك دايرية طب عشان امنع بقى ان يحصل نيكروتايزنج انتروكولايتس اعمل ايه؟ قال لك يا سيدي اهو احنا لسه قايلين فوق كان سببها اصلا ان انا اللي فيه اجريسيف فيدنج او انترال فيدينج اجريسيف انترال فيدينج عند البريماتيور ده ما ينفعش لازم اكون هادي واديله تدريجيا كده تمام فافويد الاجريسيف فيدنج ان بريما ايه؟ بريماتيور او بري قالك قال لك اكسكلوسيف يوز اوف ايه؟ هيومن ميلك قلت لك اشجع الام انها ايه تطعم الطفل من البريست فقط ما تطعموش اي ما يعني ما ما تاكلوش اي ولا تجيب له لبن من بره ولا الكلام ده خالص تمام يكون اكسكلوسيف وخدناه في محاضره البريست الاكسكلوسيف ده يعني ما بي... ما بيخشش في بقه اي لبن غير من البريست بس تمام آه عندنا بعد كده ف... آه اللي هو الانترال فيدينج هشوف في العلاج دلوقتي ابدا اوقف الانترال فيدينج واعتمد على البارنترال فيدينج تمام او البارنترال نيوتريشن هوقف الانترال فيدينج هنشوف دلوقتي حوالي من اسبوع لاسبوعين من 7 ل 14 يوم هنشوفها في العلاج ده كده البريفنشن للنيكروتايزنج انتروكولايتس ايه اعالج بقى النيكروتايزنج انتروكولايتس ده ازاي اول حاجه ادمت اللي هو هبدا ادخل الطفل ده في اللي هو اه حجره الرعايه اللي هي الاي سي يو له بقى ادله سبورتيف كير واظبط له لو كان محتاج اكسجين او كده اضبط له يعني ايه الدنيا فيه فين في الاي سي يو بعد كده زي ما قلت لك اهوت اوقف الانترال فيدنج يبقى الانترال فيدنج ده اوقفه لمده من من 7 ل 14 يوم بعد كده اريح له بقى الجي اي تي ده ما انا وقفت الانترال فيدنج احنا عندنا كان عنده ابدومينا ديستنشن يبقى كده ابدا اريح له الجي اي تي واعمل له ايه اخلي كل الاكل اللي هيخش له عن طريق النيزو جاستريك تيوب عندنا بعد كده في ممكن اديله اي في فلويد وهوت زي ما قلت لك هوت... هنعتمد بقى على البرينترال نيوتريشن تمام نوقف بقى الانترا فيدينج ده والانترو نيوتريشن هبدا اديله برود سبيكترم انتي زي ما عملت فوق فين في السبسس هديله أمبسيلين وجنتامايسين زي ما زي فوق بس هنا هضيف اللي هو آه الفلاجيل اللي هو الميترونيدازول ولو ما نفعش اديله الكليندامايسين المهم ان هما الاثنين الاثنين ان كان الميترونيدازول او الكليندامايسين الاثنين بيغطوا الان اروبيك ايه انفيكشن تمام يبقى عندنا هنا اول حاجه ادمت للاي سي للـ يو بعد كده اوقف الانترال فيدنج لمده 7 ل 14 يوم بعد كده ابدا اريح له الجي اي تي واعتمد على البرينترال نيوتريشن وممكن أديله اي في فلويد اديله بقى برود سبيكترم انت وزي ما عملت فوق فين في السيبسز اللي هو هدي له امبيسيلينوجين لكن اضيف عليهم مين الميترونيدازول ولو ما نفعش ممكن ادي له الكليندامايسين ان هم الاتنين بيغطوا مين الانوروبيك انفكشن اعمله بقى سبورتيف تريتمنت لو كان عنده بقى ريسبيراتوري فيليير اديله اكسجين او اعمل له ميكانيكال فنتيليشن ولو في كارد كاردو فاسكولار فيليير اعمل له ايه اديله فلويد ريستريشن وبرس المهم يبقى سبورتيف تريتمنت بعد كده بقى لو شكيت ان في بدا يحصل له بيرفوريشن استدعي مين استدعي أستدعم الجراح بيدياتريك سيرجن يبقى اول ما اشك ان في خلاص حصل له بيرفوريشن يبقى كده بدا يدخل في كومبليكيشن على طول استدعي مين الجراح ده كده علاج اللي هو النيكوتايزنج انتروكولايتس واهم حاجه في النيكوتايزنج انتروكولايتس هو الاكس راي والايه والعلاج بعد كده عندنا حاجه اسمها التورش انفكشن وكلمه تورش ده اختصار ليه اللي هو تي توكسوبلازموزس الاو اذرز اللي هم السيفلس والفارسيلا والباروفيروس فيروس بي آه 19 الار الـ اللي هي الروبيلا والروبيلا ده اللي هي الجيرمان ميسلز وهي اهم واحده فيهم يعني عندنا بعد كده السي اللي هو السايتوميجالو فيروس والاتش اللي هو الهربس سيمبلكس فيروس يبقى التي توكسوبلازموزس الاو اذرز الار روبيلا والسي سايتوميجالو والاتش هربس سيمبلكس زي ما قلت لك اهم واحده فيهم هي الروبيلا فعشان كده جبنا الاعراض بتاعه الروبيلا الروبيلا ده لو احنا فاكرين كنا واخدينها الميدول اللي فات اللي هو الجيرمان ميسل قال لك العاب بتاعتها على مستوى الاي بتعمل لك ايه اهم حاجه في الاي يعني هي بتركز قوي على الاي والاير في الاي بتعمل لك كاتاركت وجلوكوما ومايكرو اوفثالميا سالميا وفي الاير تعمل لك وبعد كده بقى ممكن تعمل congenital هارت ديزيز او دايابيتس ميليتاس وعلى مستوى السي ان سي تعمل لك تصغر البرين ومينينجو فلايتس واهم سبب اهم كومبليكيشن هنا هي المينينجو فلايتس مع الروبيلا وعندنا ممكن تعمل هيباتوس بيلونوميجا زي ما هنشوف بعد كده زي هم كلهم اصلا بيعملوا هيباتوس بيلونوميجا وثرومبوسايتوميك بيربر كلهم تمام يبقى عندنا ايه المميز في الروبيلا قال لك في العين بتعمل ايه كاتاركت وجلوكوما ومايكرو اوفسالميا وريتينوباثي وفي الاير تعمل لك هيرنج لوس وممكن تعمل بقى في الهارت ايه كونجنيتال هارت ديزيز وفي السي ان اس مايكروكيفالي اهم حاجه ما تنساهاش والدايبيتس ميليتاس وهيباتوس بيلونوميجالي وثرومبوسايتومينيك بيرا اهي دي بقى الفيتشرز بتاعتهم كلهم اهو هتلاقي في حاجات من اللي احنا قلناها فوق متعاده تاني قال لك الهيستوري لو جات لك ام مثلا عندها هاي جريد فيفر او ام مثلا يعني بيحصل لها اجهاض كتير يعني ايرلي ابورشن وريكرنت ابورشن اللي هو يقول لك ده القطط ده القطط ان هو يعني ايه بيحصل اجهاض كتير ده يدل لك على طول ان الام اللي الطفل اللي جاي ده ريسك فاكتور ليه اللي هو التورش انفيكشن يبقى عندنا اول ما تلاقي ام بتسقط كتير وعندنا في ماتيرنال فيفر اللي هي الام ده درجه حرارتها عاليه زي ما قلنا فوق ده بيبقى ريسك فاكتور لمين؟ لي ليه اللي هو التورش انفكشن. طب ايه الاعراض اللي هتشوفها بقى على الطفل؟ قال لك عندنا فيه ممكن يجي بلونو بلونوميجرز زي ما قلنا فوق وعلى مستوى البلد بقى انيميا وجوندس وثرمبوسيتومينك بيربرا ممكن يحصل له جنراليز لمفا وفي السي ان اس بقى كل حاجه مايكرو لو وسيجرز ومينتر ريتارديشن يعني خلاص الطفل ده يعني ضاع بعد كده في ممكن تلاقي له بيرسويت اللي هو الانترا يوتراين ريتارديشن او بريماتيوريتي تمام الولاده قبل الميعاد يبقى عندنا ايه هي الجنرال آه فيتشرز اللي بتشوفها في التورش انفيكشن اول حاجه الهيستوري هتلاقي الام يعني بيحصل لها اجهاد كتير ودرجه آه حرارتها عاليه ده عندها فيفر اكتر من 38 درجه ماشي وممكن تلاقي عندها سكين راش او فيزيكلز تمام طب ايه بقى الفيتشرز اللي هتشوفها في على الـ... الطفل قال لك هيباتوس جوندس انيميا بيربرا جنراليزد لينف ادينوباسي ولو بيرس ويت هتلاقي الطفل مولود قبل الميعاد وحجمه صغير زي الانتراتورين جروس ريتارديشن وعندنا فيه مينتال ريتارديشن وسيجرز والكوريو ريتونايتس طب اشخصه ازاي؟ في حتة هنا في في التشخيص ممكن تيجي في الام اس كيو اللي هو قال لك بعمل تورش تتر اللي هو ببدا اقيس الانتي بودي فين آه في البلد اللي هو هشوف اول حاجة الاي جي ام ده سبيسيفيك لو لقيت الاي جي ام على طول اشخص ان ده تورش انفكشن تمام الاي جي ام الخاص بالتورش يعني يبقى على طول اشخص ان ده تورش انفكشن طب لو لقيت الاي جي جي قال لك لا لو لقيت الاي جي ده ما يدلش على ان ده تورش انفكشن ليه بسبب ان اصلا ممكن يكون واخد الاي جي جي ده من الام زي ما احنا عارفين <applause> ان الاي جي جي بيتنقل من الام للطفل تمام فلو لقيت الاي جي ام عالي ده ما يدلش ما يدلش على تورش انفكشن لازم بقى عشان يدل على تورش انفكشن اعمل له حاجه اسمها الرايزنج اي جي تتر اللي هو ايه هبدا كل اسبوعين اقيس له الاي جي جي لو لقيته كل كل اسبوعين ابص الصلايه عالي لمده اربع مرات او اربع فولد يعني اللي هو كل اسبوعين الاقي عالي يبقى كده ده خلاص بقى يبقى انا كده اتاكدت ان ده ايه ان الاي جي, جي دي بتاعه مش بتاع الام يبقى الحته دي بس هي اللي فيها تكه شويه في التورش اللي هو عندنا هنا لما اعمل دياجنوز اعمل ايه ابدا اسلو الأنتي بودي احنا عندنا ده انفيكشن اكيد هيطلع له انتي بودي عشان تحاربه من الانتي بودي هشوف الانتي بودي الخاص بيه الطرش اللي هو اول واحد فيهم هيطلع الاي جي ام لو شفت الاي جي ام على طول خلاص انا كده شخص ان ده ايه تورش طب لو شفت اي جي جي قال لك لا استنى استنى شويه لان ممكن الاي جي جي ده ممكن يكون واخده من الام اعمل ايه اعمل حاجه اسمها الرايزنج اي جي تتر ان انا بقيس الاي جي جي في الدم كل اسبوعين تمام لمده اربع مرات لقيته عالي خلاص يبقى ده كده انا اتاكدت ان الاي جي جي بتاعه مش بتاع الام ممكن بعد كده اعمل له ايزوليشن للفيروس وأعمله له كلشر عن طريق اللي هو اليورين والصليفا والسي اس ده كده عملت دياغنوز لمين للطرش طب عايز اعالج الطرش قال لك سبورتيف تريتمنت ابدا بقى لو كان محتاج اكسجين اديله محتاج اي في فلويد اديله كده اللي هو ايه محتاج اظبط له التمبريتشر اللي هو يعني ادخله برده ايه الحضان عندنا ممكن اديله اي في اميونوجلوبولين تمام بعد كده بقى عندنا في السبيسيفيك تريتمنت السبيسيفيك تريتمنت اول حاجه هديله الاسايكلوفير للهربس والفارسيلا احنا من قبل كده سيتوم جالو فيروس حاجه اسمها الجان سايكلوفير طب التوكسوبلازموزيس هيدوا له سبايراميسين او الصلفا ديازين او البايري ميسامين طب السيفلس عارفين هندي ايه بنسيلين وممكن سيفتراكزون يبقى عندنا التريتمنت بتاع التورش هو ايه اول حاجه سبورتيف تريتمنت بعد كده ممكن ادي اي في اميونوجلوبولين بعد كده بقى في سبيسيفيك تريتمنت احنا عندنا كذا مرض في التورش ده كذا واحد كذا كذا اورجانيزم مش واحد فانا همسك كل واحد فيهم بقى اديله الحاجه اللي بتاعته اللي هو عندنا السايتوميجالو هديله جان الجان سايكلوفير هربس وفيرسلا هديله سايكلوفير توكسوبلازموزيس سبايرامايسين والبايرا البايرميسامين واللي هو الصلفا ديازين طب السيفلس اهم حاجه البنسلين وبعد كده السيفتروجون ده كان الترش بعد كده بقى عندنا النيونيتال هايبوجلايسيميا آه النيونيتال ايه هو النيونيتال إيه إيه هايبوجلايسيميا يعني من اسمه هايبوجلايسيميا يعني ان السكر ده اقل عند الطفل وكان النقص ده اقل من 40 ملغ لكل ديسيلتر بغض النظر بقى عن الجيستيشنال ايج سواء كان كده كبير او صغير يعني هنشوف الوقت اصلا في الـ في البيكتشرز هنشوف ان هو في البريماتور هقول لك ان هو سواء كان سمول فور سمول فور جيستيشنال ايج او لارج فور جيستيشنال ايج فمش الجيستيشنال ايج مش فارق معايا تمام آه، آه، ، وفي آه، الغالب آه، مش بيكون في اعراض مع النيونيتال هايبوجلايسيميا ولكن انا بتوقع بقى عن طريق ايه الريسك فاكتورز اللي بتبقى عند الطفل آه، ، ليه كاتوجرز بقى لو كان اللي هو النقص ده من خمسه وثلاثين 45 يبقى ده مايلد من خمسه وعشرين 35 يبقى ده مودريت وبيبقى آه سيفير او بروفاوند لو كان اقل من خمسه وده ممكن يجي في سي كيو عندنا بعد كده ايه هو بقى الريسك فاكتور ؟ لك الريسك فاكتورز بتاعة اللي هو النيوناتال هايبوجلايسيميا أول حاجة يعني الاحتياج اللي محتاج السكر ده بزيادة مين هم الناس اللي محتاجين السكر ؟ أول واحد اللي هو البريماتيور اللي مولود قبل الميعاد تمام آه ، بعد كده في البريناتال اسفكسيا أو البريناتال ستريس والنيونيتال سبسز والبوليسايسيميا والهايبر سيرميا الناس دي محتاجين الجلوكوز بكميه كبيره تمام آه عندنا بعد كده في الهايبر انسولينزم مين هما واشهر واحد اللي احنا لسه هنقوله كمان شويه اللي هو الانفانت اوف ديابتيك مزر. ده اكتر واحد بيبقى عنده آه زياده في الانسولين احنا عارفين الانسولين لما هيزيد هيقلل مين هيقلل الجلوكوز فاكتر واحد بيبقى عنده زياده في الانسولين وهنعرف ليه هو مين الانفانت اللي مامته دايابتيك او آه الهيموليتيك ديزيز اوف آه نيو وعندنا سندروم كده يعني ايه اعرف اسمه مش مهم او مش عليك اللي هو البيكويز ويدمان سندروم عندنا بعد كده في اللي هو اندوكراين ديزيز زي بقى عندنا في الهايبو بيتوتاريزم اللي هو نقص الجروس هرمون او اللي هو احنا خدناها الكونجينيتال ادرينال هايبربليزيا كل دول بيبقوا عرضه لمين للهايبو جلايسيميا عندنا برضو الانبورن ايرورز اوف ميتابوليزم اللي بيبقى عند الطفل زي الجالاكتوسيميا والجلايكوجين ستوريج ديزيز تمام يبقى مين هم اكتر ناس عرضه ليه اكتر الاطفال عرضه للهايبوجلايسيميا اول واحد هو اللي محتاجين الجلوكوز بكميه كبيره او اللي بياخدوا جلوكوز بكميه قليله تمام آه فدول بيبقوا عرضه للهايبوجلايسيميا اللي هو البري تيرم سواء انا قلت لك سواء كان سمول فور جيستيشنال ايج او لارج فور جيستيشنال ايج فالجيستيشنال ايج مش مش فارق معايا عندنا بعد كده البرينيتال أسفكس او البرينيتال ستيس وعندنا في النيونيتال سيبسز لسه متكلمين عنها والبولي والهايبر سيرمي طب برضو الهايبر إنسولينزم اللي هو برضو عندنا زياده الانسولين اكيد هتخلي الايه اللي هو الجلوكوز قليل اللي هو مين بقى اللي هو عندهم زياده في الانسولين قال لك الانفنت اوف دايابيتيك مذر هنتكلم عنه كمان شويه الهيموليتيك ديزيز اوف نيو بورن والبيكويزم ويدمان سيندروم عندنا بعد كده اندوكراين كوز اللي هو عندنا الهايبوبيتيوتاريزم اللي هو زي الجروس هرمون ديفشنسي والكونجنيترال ادرينال هايبر بيليزيا او الامبورن ايرور اوف ميتابوليزم زي مين الجلاكتوسيميا والجلايكوجين ستوريج ديزيز عندنا ايه الكلينيكال بيكتشر زي ما قلت لك فوق في التعريف ان هو في الغالب مش بيكون فيه اعراض بيبقى سيمتوماتيك تمام ولكن انت بتتوقع بقى من الريسك فاكتور اللي سائلنا لنا فوق دي طب لو ظهر اعراض مش هتبقى مميزه قوي زي البالور سيانوزيس لسارجي وابنية اعتقد احنا قلنا الخمسة دول في كل اللي فوق يعني كل اللي فوق قلنا فيهم ابنية وسيانوزيس ولسارجي وتاكي وانيمي يعني كل دول قلناهم فوق يعني مفيش حاجة مميزة فعشان كده بيبقى صعب انك تشخص الهايبو الهايبوجلايسيميا في... فين في الطفل ممكن تلاقي جيترنس ده اعتقد قلناها قبل كده واللي هو الويك راي كونفالجن ممكن الطفل بعد كده يدخل فين في كونفالجن يبقى عندنا الاعراض اللي ممكن تشوفها اللي احنا شفناهم قبل كده ابنيا وليسارجي وانيميا وسيانوزيس وتاكيبنيا زود هنا بقى الجيترنس والويك كراي والكونفالجن تمام عالج اللي عنده هايبوسيرما دي ازاي اول حاجه لو لقيت الطفل ده السكر بتاعه اقل من 40 وظهر عليه سيمتومز هبدا اديله بسرعه اي في 10% ديكستروز 2 ل 4 مللي لكل كيلو جرام يبقى هديله 10% ديكستروز بسرعة بكمية 2 ل 4 مللي لكل كيلو جرام في بولس يعني كدفعة واحدة تمام بعد كده بقى هبدا اديله انفيوجن 6 مللي جرام لكل كيلو جرام لكل ايه منت وبعد 30 دقيقه ابدا اقيس له ايه الجلوكوز يبقى عندنا كده عشان بس ايه ما تلخش لو انا شفت الطفل عنده نقص في الجلوكوز اقل من 40 وكان يعني ظهر عليه السيمتومز هديله 10% ديكستروز اي في بكميه من 2 ل 4 ملي لتر كل كيلو جرام اس بولس يعني كدفعه واحده بعد كده بقى هبدا اديله كانفيوجن مش مطالب تعرف يعني التفصيل قوي هبدا اديله كانفيوجن أه 6 ملي جرام لكل كيلو جرام بير وبعد 30 دقيقة أقيس له إيه؟ أقيس له الجلوكوز تاني. طب لو كان إن السكر بتاعه قليل أكتر أقل من 40 ومفيش سيمتوم ظهرت عليه. قال لك هتخلي آه تخلي مامته ترضعه اللي هو بريست فيدنج وبعد كده تقيس له إيه؟ تقيس له الجلوكوز برضه في خلال 30 دقيقة. طب لو كان أقل من 20 مش أقل من 40 بقى كان قليل قوي أقل من 20 ولو كان بقى في تريتمنت في سيمتومز او ما فيش سيمتومز لا ده دي قليل قوي ده دي ممكن يخش في اعراض يعني يخش في كومبليكيشن صعبه لا ده لازم على طول ابدا معاه اي في ايه اي في اللي هو 10 في اديله سكر بسرعه اي في تمام اللي هو زي الاولاني اللي هو كان اقل من 40 والسيمتومز مش هستنى انا اشوف هنا في سيمتومز ولا لا لان ده خطيره ده حاله خطيره اللي هو اقل من 40 ده قليل قوي اقل من 20 اسف ده قليل قوي يبقى عندنا هنا العلاج هنا لو انا لقيت السكر اقل من 40 وفي سيمتومز هديله اي في ايه 10% ديكستروز بالدوز بتاعته من 20 من 2 ل 4 ملي لتر كل كيلو جرام اس بولس تمام بعد كده بقى هدوله كانفيوجن 6 ملي جرام لكل كيلو جرام بير وبعد 30 دقيقه اقيس له ايه الجلوكوز طب لو كان اقل من 40 ومفيش سيمتومز قال لك ايه اشج اخلي اخلي مامته ترضعه بريست فيدينج وبعد 30 دقيقه اقيس له الجلوكوز أه قال لك أه لو كان اقل بقى من 20 لا ده خطير اللي هو ده اقل قوي ان احنا فاكرين ان اللي هو السيفير او البروفاوند كان اقل من 25 فده قليل قوي أه سواء كان في سيمتومز او ما فيش هبدا على طول أديله ايه هبديله له الاي في 10% ديكوستروز وكاتب جنبها از بيفور اللي هو الاولاني اللي هو كان اقل من 40 والسيمتومز تمام هعالجه زيه بالظبط ده كان اللي هو النيونيتال هايبوجلايسيميا عندنا بعد كده بقى الانفانت اوف دايابيتك مذر الانفنت اوف مظهر دم ده ايه ده قال لك ده طفل اتولد بري تيرم قبل الميعاد وكان كبير في الحجم كان لارج فور جيستيشنال ايج ويعني كان معدي ال كيلو جرام وكمان معدي اللي هو التسعين 90 بيرسنتايل احنا شفناه في الجرس ومامته كانت ديابيتك واكيد هيتولد سيزيريان لانه كبير في الحجم فكل دول لو فاكرين شفناهم قبل كده فين كل الريسك فاكتورز دول طفل مولود بري تيرم ومامته دايابيتيك وقبل الميعاد واتولد سيزيريا لو فاكرين قلناهم قبل كده فين في الهيالاين من برين ديزيز اللي هو كان ريسبيراتوري ديستريس سندروم فاكيد الوقت في الكومبليكيشن هنشوف هيبقى فيها ايه ريسبيراتوري ديستريس سندروم يبقى عندنا ايه هو الانفانت اوف دايابيتيك مذر قال لك ده طفل اتولد بري تيرم وحجمه كان كبير يعني اتولد بري ما قبل الميعاد وحجمه كان كبير لارج فور جيستيشنال ايدج ومامته كان عندها السكر واتولد سيزيريان تمام ويقال لك الطفل ده بيبقى حجمه كبير ومولود تلاقيه بلامب تلاقيه يعني سمين يعني تلاقيه بلامب ويز بافي فيس تلاقي وشه تلاقيه منفخ كده وتلاقي جسمه كله ايه كله دهون كده زي الطفل ده تمام شايف وشه عامل ازاي وجسمه عامل ازاي يبقى هتلاقيه بلامب ويز بافي اه فيس تمام آه قال لك بقى الطفل ده آه يعني ايه السبب اصلا السبب ان الام زي ما قلت لك عندها ايه ديابيتس يعني عندها آه هايبر جليسيميا يبقى عندنا الماتيرنال هايبر جليسيميا ان الام عندها السكر آه آه فبدا ان الهايبر جليسيميا السكر اللي عند الام يتنقل لمين للطفل فبقى عنده هو كمان هايبر جليسيميا فبدا الانسولين الانسولين يزيد عند مين عند الطفل احنا عارفين ان الانسولين ده انابوليك هرمون يعني هيبدا ان هو يكبر كل حاجه في الجسم عن طريق ان هو هيزود الهيباتيك جلوكوز ابتيك وهيزود تصنيع الجلايكوجين ويزود اللي هو اللايبوجينيسيز وكمان هيخلي البروتين يتكون كل الحاجات دي هتزود الجروس هتعمل حاجه اسمها الماكروسوميا هتزود الجروس في الجسم كله اكسبت البرين سبحان الله يعني ما عدا مين البرين يبقى عندنا الميكانيزم كده كالتالي انا قلت لك الانفنت اوف دايابيتيك مذر يبقى اكيد مامته عندها ايه عندها دايابيتس فبما ان عندها دايابيتس يبقى عندها هايبر جليسيميا. جليسيميا اللي عند الام هتتنقل لمين للطفل تمام فلما تتنقل للطفل يزيد مين الانسولين احنا عندنا هايبر السكر عالي او او ما تشم من السكر عالي على طول يطلع مين الانسولين فلما الانسولين ظهر ده انابوليك هرمون هيبدا بقى ايه يخلي الابتيك بتاع الجلوكوز ده يبدا ان هو يزيد عشان يقلله وهيبدا يخلي الجلوكوز ده يخش في تصنيع من الجلايكوجين عشان يتخزن وكمان يزود لنا اللايبوجينيسيز والبروتين سينسيز. تمام كل ده هينتج في الاخر عن طريق ان هو هيكبر كل حاجه في جسم الطفل هيعمل حاجه اسمها الماكروسوميا هتلاقي كل جسم الطفل كبر كده عشان ده ده التفسير بتاع مين لارج فور جيستيشنال ايج ليه الطفل بقى جسمه كله كبر بسبب ده بسبب الميكانيزم ده يبقى جسمه كله هيكبر ما عدا مين البرين هنيجي الوقت هنشوف برضو في الكومبليكيشن يعني تلاقي الجسم كله هيكبر انا يعني على مستوى الهارت هتلاقي عامل لك كارديو أو هايبر او هايبرتروفي هايبرتروفي في في اللي هو عضلات القلب هتلاقي عامل لك بقى مش عارف مكبر لك كل الاعضاء بتاعت الجسم اللي هو الفسرة هتلاقيها كلها كبيره هنشوفها الوقت في اللي هو الكومبليكيشن يعني أه... قالك بقى الطفل ده هو. ايه بقى التفسير او الميكانيزم بتاع الهايبوجلايسيميا يعني احنا الوقت في الـ في الكومليكيشن هنشوف ان الطفل ده عنده هيبو هايبو هايبوجلايسيميا طب انا دلوقتي انا عمال اقول لك الطفل الام كان عندها هايبر جلايسيميا واتنقلت للطفل بقى عنده هايبر جلايسيميا فين الهايبوجلايسيميا اللي هنا قال لك بص يا سيدي كل ده والطفل لسه داخل رحم الام اول ما الطفل هيتولد تمام السبلاي بتاع السكر العالي ده اللي كان من الام هيبدا يتقطع خلاص ما عادش فيه سكر عالي ولكن الطفل كان اوريدي عنده ايه؟ عنده انسولين عالي تمام؟ كان عنده الانسولين كتير، كان عنده لسه انسولين كتير، الانسولين كتير ده ومفيش سكر، يعني عنده انسولين عالي ومفيش سكر، تمام؟ آه هيبدأ يدخل الطفل فين؟ في هايبو جلايسيميا يبقى انا عندنا بص كده، الطفل اول ما اتولد آه بدأ ان السبلاي بتاع السكر العالي اللي كان من الام اتقطع تمام؟ ولكن عنده الانسولين عالي، فهو عنده الانسولين عالي ومازال زال عالي ومفيش سكر، تمام؟ يبدأ الطفل يدخل في ايه؟ هايبو ده الميكانيزم بتاع الهايبو اللي بيحصل في الانفانت اوف دايبيتك مسار تمام آه ومهمه يعني آه يبقى عندنا دلوقتي نخش بقى في الكومبليكيشن كل الكلام اللي فوق ده انا قلته قال لك الكومبليكيشن قال لك ان الطفل ميتابوليك هيبقى عنده هايبو وقلنا الميكانيزم بتاعها وهيبقى عنده هايبو كالسيميا وهايبو وقال لك هيبقى عنده جوندس بسبب زياده البلوروبين اللي سببها اصلا البوليسيسيميا وان الار بي سيز اللايف ليل بتاعها قليل فبتتكسر بسرعه وتطلع لي ويزيد البلوروبين قوي فيعمل لي جونز تمام يبقى الميتابوليك عندنا هايبو جلايسيميا هايبو كالسيميا وهايبر بلوروبينيميا تعمل لي ايه؟ جونز طب الريسبيراتوري اللي لسه قايلها من شويه طفل مولود بري قبل الميعاد ومامته ديابيتيك واتولد سيزيريان كل دول ريسك فاكتور لايه؟ للريسبيراتور ديستريس سندروم او اللي هي لاين من برين ديزيز تمام؟ وعنده برضه هما نفس الريسك فاكتور بتوع مين؟ التي تي ان واخدينه برضه قبل كده ترانزيانت تاكيبنيا اوف نيو بورن يبقى على مستوى الريسبيراتور هيعمل لي ريسبيراتور ديستريس سندروم وترانزيانت رسبي... تاكيبنيا اوف نيو بورن طب الهايبر انسولينيم يعني عند بقى بقول لك عنده زياده في الانسولين بالهبل يبقى عندنا هينتج عن ايه؟ قلت لك هو انابوليك هرمون هيكبر كل حاجه فيعمل لي حاجه اسمها الماكروسوميا اللي هو اللارج فورجيستيشين ايج اللي هو هتلاقي كل جسمه كبير ما عدا البرين وبرده البوليسايسيميا وعندنا هي... اهو اللي هو ترانزيانت هايبر تروفيك كارديوميبس انا يعني قلت لك بيكبر كل حاجه في جسمه فتلاقي عضلات القلب كبيره فيعمل لك هايبر تروفي فين في عضلات القلب يبقى هايبر تروفيك كارديوميبس ولكنها ترانزيانت مش مش هتفضل معاك كده عندك اللي هو كمان فيس... اهو فيسرو ميجالي هتلاقي الاعضاء بتاعته كمان بدات تكبر يبقى عندنا من الاخر الانسولين انابوليك هرمون هيكبر كل حاجه في الجسم هيكبر الجسم كله اعضاء الجسم كله فيعمل لك حاجه اسمها الماكروسوميا هيكبر عضلات القلب يعمل لك حاجه اسمها هايبرتروفيك كارديو ميوبس وميرمر هنشوف اللي هو اللي بيعمل لك كاردياك ميرمر وعندنا اللي هو بيكبر الاعضاء بتاع جسمك فيعمل لك حاجه اسمها الفيسرو ميجالي اعتقد انت لو فهمت الجزئيه اللي انا قلتها في الاول الكلام ده كله انت هتقوله اصلا يعني على السريع في كونجينيتال انوماليز بقى دي ممكن تيجي في الام سي كيو لان هم مشهورين اللي هو الكونجينيتال ممكن تدخلك في كونجينيتال هارت ديزيز او ده حاجه اسمها السكرال agenesis اللي هو السكرال ده تلاقيها ما موجوده وتعمل lift آه مايكرو كولون وخد بالك من الليفت ليفت مايكرو كولون فلما يحصل lift مايكرو كولون تخلي يعني تاخر الديفيكيشن تخلي الطفل ده ما يعملش ديفيكيشن كتير وعندنا كمان النيورال تيوب ديفكت النيورال تيوب ديفكت اللي هو كان عندنا زي السباينا بيفيدا تمام يبقى عندنا ايه هم الكونجنيتال انوماليز عندنا في كونجنيتال هارت ديزيز والسيكرا الاجينيسيس وليفت مايكرو كولون والنيورال تيوب ديفكت يبقى عندنا ايه هم الكومبليكيشن بسرعه كده قلت لك عندنا ميتابوليك هيدخل الطفل هتلاقي عنده هايبوجلايسيميا هايبوكالسييميا هايبوماجنيسيميا وهايبر و وجونز الريسبيراتوري ريسبيراتوري ديستريس سندروم او اسمها اللي هي لايم والتي تي ان وعندنا بعد كده في الهايبر انسولين الهايبر انسولين اللي هو هتلاقي عنده زياده في الانسولين هيعمل له ايه؟ هيكبر له كل حاجه مايكروسوميا هايبر تروفيك كاردوميباسي وفيسرو ميجالي طب ممكن يسبب له كونجينيتال انوماليز ايوه زي ايه عندنا اربعه مشهورين كونجينيتال الهارت ديزيز والساكرال اجينيسيز والليفت مايكروكون انا هيخليه ما يعملش ديفيكشن كتير ونيورال تيوب ديفيكت زي مين سباينا بيفت عندنا بعد كده عايز اعالجه عايز اعمل بقى مانجمنت ليه, الـ ليه الـ الـ الانفنت اللي مامته دايبيتك اول حاجه مامته دايبتك هبدا اعمل لها كنترول يعني اعالج الام دي تمام يبقى كنترول للماتيرنال دايبتس طب الطفل ده يعني يت يعني اعمل له ديليفري بره المستشفى كده قال لك لا الطفل ده ما يحصلوش اي ديليفري بره المستشفى لازم يكون في الدليفري روم ليه لان لو حصل له حاجه كده ولا كده اقوم على طول اعمل له ايه احطه في الحضانه تمام اهو اللي هو اعمل له نيونيتال اي سي يو كير تمام آه اللي عنده ما انا هدخله الاي سي يو كير اكيد عشان اظبط له اللي هو التمبريتشر ولو وي... آه احتاج اكسجين اديله ولا اديله اي اي في فلويد احنا كل شويه نقولهم دول تمام يبقى عندنا اول حاجه بظبط الدايبيتس اللي عند الام بعد كده الطفل ده لازم اللي هو يحصل له فين في اللي هو المستشفى مش بره المستشفى عشان لو احتاج اي اللي انا ادخله يعني الحضانه او كده يبقى ايه يبقى يكون هو في المستشفى مش بره بعد كده بقى عنده هايبوجلايسيميا يبدا عليه له الهايبوجلايسيميا زي ما كنا على فوق اللي هو لسه متكلمين عنه قلت لك لو كان عنده هايبوجلايسيميا اقل من 40 وما فيش سي... وما فيش سيمتومز او في سيمتومز هدي له اي في فلويد ما فيش سيمتومز هعمل له ايه فيدينج آه وبعد كده اقيس له الجلوكوز بعد 30 دقيقه طب لو كان اقل من 20 سواء كان في سيمتومز او ما فيش سيمتومز هدي له اي في تمام هو نفس اللي فوق بعد كده بقى اعالج الكومبليكيشن اللي ظهرت دي ما شاء الله ظهر له كومبليكيشن كتير آه عندنا مثلا المهمين منهم كان عنده بوليسيسيميا يعمل له ايه آه عارفين ان البوليس بنعمل لها بارشيال اكس تشينج للبلد تمام بعد كده في اللي هو الجوندس هنتكلم عنه بعد كده في محاضرات سابقة علاجه من أشهر العلاج ليه يعني اللي هو حاجة اسمها فوتو السربي. هنتكلم عنه بالتفصيل بعد كده يعني عندنا اللي هو زي ما قلت لك كان عنده تضخم فين في العضلات بتاعت القلب عنده كار اللي هو هايبرتروفيك كارديوم مايوباسي وعنده ميرمر كاردياك ميرمر قال لك دول لازم تعمل له اللي هو الايكو كارديوجرافي يبقى عندنا تعمل له ايكو كارديوجرافي لو شكيت في مين في اللي هو الكارديوميوباثي عشان تتاكد يعني ان هو عنده هايبر كاردو او ميرمر تمام ده المانجمنت بتاع الانفانت اوف uh, دايبيتك ماذر زي ما قلت لك اول حاجه الام هتتحكم uh, في الدايبيتس اللي عندها بعد كده الطفل ده لازم تعمله دليفري في المستشفى مش بره المستشفى بعد كده تعالج الهايبوجلاسيميا زي ما عرفنا بتعالج ازاي بعد كده تعالج ايه uh, الكومبليكيشن وبكده نكون خلصنا uh, المحاضره دي وفي النهايه بالتوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته